السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي. إن شاء الله نبدأ النهاردة حلقة من حلقات كيف أتفوق في الكيمياء الغير عضوية. كيمياء غير عضوية زي ما اتفقنا فيها حاجات كتير لسه ما قلناهاش، يعني ديت الحلقة تقريبا رقم 10، كيف أتفوق في الكيمياء. طبعا دي سلسلة مهمة جدا جدا لجميع أبناء الطلبة من الصف الأول الإعدادي لغاية ما ينتهم الجامعة. لغاية ما ينتهم الجامعة، يعني ايه الكلام ده؟ مهم يا جماعة، جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم زي ما وعدتكم قبل كده الروابط الكيميائية. الروابط الكيميائية، الروابط الكيميائية عايزين نفهمها بالراحة كده. ايه اللي يخلي ذرة ترتبط مع ذرة اخرى؟ وايه انواع الروابط الكيميائية؟ هنحاول نخلص النهاردة نوعين من الروابط، وياريت نركز فيها كده عشان نبقى شاطرين جدا 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 في تانية سنة وكيمياء وفي اولى اعدادي علوم. خلاص، ناخد بالنا من الكلام ده، ناخد بالنا من الكلام ده. الروابط نوعين، روابط أيونية، هم 5 أنواع طبعا، بس النوعين اللي عاوزين شرح الروابط الأيونية والروابط الايه التساهمية. في روابط تانية يا مستر؟ في روابط ايه هيدروجينية، في روابط تناسقية، في روابط فلزية. يبقى في 5 أنواع، في 3 أنواع لسه ان شاء الله في تانية ثانوي هنبقى نعمل لهم حصة لوحدها بإذن الله. يبقى في 5 أنواع اللي هنركز عليهم اول النهاردة، اللي عاوزين شغل. اللي عاوزين شغل يعني ايه؟ يعني نحاول نخلصهم النهاردة وبطريقة سهلة. الرابطة الايونية تنشأ، شوف اللفظ، تنشأ بين فلز بين قوسين ايونه موجب، ولا فلز ايونه سالب، ومن كل شيء خلقنا زوجين. خدوا بالكم دي كلمة مهمة، بين فلز وايه؟ لا فلز. يبقى الوقت لو عطلع عنصرين وعاوز نوع الرابطة، والله لو لقيت عنصر فلز وعنصر لا فلز يبقى رابطة ايونية. طيب في تعريف تاني لتانية سنة والرابطة الايونية، ايه هي؟ فرق السالبية الكهربية بين عنصريها اكبر من 1.7. كلمة خطيرة جدا جدا دي. يبقى في تانية سنة وكيمياء بناخد ان فرق السالبية لما يكون اكبر من 7.1 دي علامة اكبر، الفتحة الاوبن بتاعتها ديت لما يكون قدام الكلمة اللي بقولها يبقى اكبر من اللي بعديها. حتى في الانجليش، يعني لو انجليش وعملت كده اكبر منها، بصوا كده لو عكست كده اهو هتبقى اظهر منها من الناحية دي، وايه والكلمة دي ان 107.1 اكبر من ايه؟ من الرقم ده. الرابط الايونية اشهر رابطة ايونية في الكون، الرابطة ما بين ذرة الصوديوم وذرة الكلور. ذرة الصوديوم والكلور ايش معنى؟ لان بيكونوا اهم مركب في الكون، ملح الطعام. ملح الطعام، ملح الطعام. الرابطة ديت مهمة جدا 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 وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي وازاي بتحصل. طب الروابط التساهمية تنشأ بين لا فلز ولا فلز، اذا ما فيش ايونات. ملاحظين قلت لا فلز، ما كان ممكن يا مستر تقول لي ايه ايونه سالب؟ لا، ما هو سالب وسالب بلغة الكيمياء هيحدث تنافر، اذا مش هتتكون ربط. ما جبناش سيرة ايونات خالص، لان ما فيش ايونات بتحدث عن طريق المشاركة او المساهمة، ولذلك سميت ايه؟ التساهمية. طيب زي كلور مع كلور بتديني جزء ايه؟ كلور CL2. الهيدروجين مع الهيدروجين بيديني ايه؟ H2. النيتروجين، وهكذا.
خلاص ان 7 زائد ان 7، ها مش كلمة زائد بقى، رابطة اهي، ذرة هيدروجين وذرة ايه؟ هيدروجين. عرفنا التعريف، عرفنا الامثلة اللي نشتغل فيها. تعالوا بقى نعمل مثال لرابطة كلوريد الصوديوم، الرابطة الايونية طبعا قوية، يهتز لها عرش الكيمياء، يعني تشبه الزواج، تشبه الزواج. عيب الكلام ده؟ لا مش عيب، ده بالعكس، ده احنا هنفهم اكتر. ليه؟ بصوا كده معايا، الرابطة دي ايه حكايتها؟ ادي ذرة الصوديوم وذرة ايه؟ الكلور. لكن لما يجي لي رابطة، ده انا بعمل علامة زائد كمان. بصوا كده الحتة، ليه؟ الرابطة الأيونية لازم نعمل الحركة دي. أولا دي ذرة الصوديوم، ذرة الصوديوم 11، ذرة الكلور كام؟ 17. نركز كده في الكلام. طب وبعدين؟ أول حاجة أعملها التوزيع الإلكتروني، 2 8 إيه؟ 1. ليه؟ عشان أشوف المستوى الأخير. إذا هذا فلز، وأقول أي نمو موجب؟ أقول أي نمو موجب الوقت. طيب 2 8 7 هذا لا فلز، إذا عرفت إن الرابطة إيه؟ أيونية. أدي أول تكة. لو إحنا نشتغل بالتكات، نشتغل بالتكات، محدش لا عندنا حاجة. المهم نفهم، احنا قلنا عايزين نفهم علوم وكيمياء، ده الغرض من قناتي مصطفى رجب خبير العلوم. في بعض ناس يعني بيبصوا على الحلقة كده مرارا ويقوم ايه قافلين وخلاص، لا دايما يعني لما تيجي تشوف حلقة من الحلقات المهمة، لو انت عاوز تفهم او عايزة تفهمي كيمياء وعايزة تفهمي علوم، تابعي الحلقة لآخر كلمة خلاص، ونشوف المستر عاوز يوصل معاكم بايه. لان كل معلومة بتيجي لو طلبت معلومة تانية بقولها، يعني انا ممكن في نص الحلقة تيجي معلومة عن موضوع تاني بلمح له وبقوله، ممكن في اخر الحلقة تيجي نبذة مختصرة كده عن حاجة تانية اقولها، يبقى احنا بنستفيد، مش هبص وخلاص ده انا عارفها وفاهمها والاستاذ مفاهمها لي والابلة مفاهمها لي وانا سوبر مان معلش او سوبر وومن ايه في هذا الموضوع. لا، افهم يا حبيبي كده واحنا في الاجازة، ونحاول نثقف نفسنا بجد، ثقافة مهمة جدا جدا جدا. طيب احنا وزعنا، انا بوزع ليه؟ اولا في بعض ناس، وبقولها لابناء الطلبة والطالبات، يعني كونوا على حذر في الرابطة الايونية، ان انا ما اعملش التوزيع الالكتروني ده بس يعني ايه؟ يعني اعمل كده كي ال ام خلاص، مع احترام الجميع دي تمشي، ولكن في بعض مدرسين وبعض مدرسات لو ما عملناش كده في الرابطة الايونية مستويات الطاقة نقوم ايه؟ منقصين نص الدرجة او الدرجة كلها. طبعا ده ظلم، وظلم ايه؟ بائن. حتى لو معمول في نموذج الاجابة كده، احنا لنا مخ كمدرسين واحنا بنعلم، ما هو ده توزيع الكتروني صح، 2 8 1 خلاص، ها يبقى 2 8 1 ها معلش كده. بصوا كده انا هعمل ايه، الحتة دي مهمة جدا تدعم، لان احنا اتفقنا ان دي ذرة، وفي فرق بين الذرة والايون، ليه موضوع تاني نتكلم فيه، عشان النهاردة عايز اخلص الروابط الكيميائية الايونية والايه التساهمية خلاص، لان الروابط التساهمية برضو هعملها لكم ببساطة وسهولة، وان شاء الله ما عادش تروح من دماغنا، ونشوف الحلقة اكتر من مرة مش عيب، مش هبص عليها بسرعة كده وخلاص. لا، يبقى الوقت هنا اهو، فلز فاء يميل للفقد، ادي خاصية من خواص الفلزات اهي، لان بيجيلي في الامتحان قارن بين الفلزات ولا فلزات، مستوى الخارجي بواحد، بينتهي بواحد او اتنين او تلاتة، هي دي اللمحات اللي انا بقول عليها بقى، ان في اي جزئية من الفيديوهات ممكن اتكلم عن خصائص حاجات تانية خالص، يعني ممكن يقول لي قارن بين فلز ولا فلز، ممكن نقولها الوقت واحنا شغالين، يا استاذ ما تخليك في الرابطه الايونيه وخلاص، لا اربط المواضيع ببعضها. المواضيع انا احيانا لما بشرح كيمياء عضويه في الاساسيات او في المنهج بتيجي حته كيمياء غير عضويه بقولها، معلش ما اصل لازم نفهم كيمياء، اصل الكيمياء دي مجموعه متناسقه من الاشياء الجميله اللي لازم نفهمها مع بعض. طب يلا، المستوى الاخير بينتهي بواحد، طب نستفيد من دي بايه؟ انه عنصر احادي التكافؤ، يا استاذ ايه اللي دخلنا في التكافؤ؟ ما مستوى الاخير بينتهي بواحد، يميل لفقد واحد، اذا تكافؤ الصوديوم احادي. طيب هكتب على السهم هنا اهو فقد واحد الكترون لازم، اشمعنى؟
لان هقول يتحول الى ايون الصوديوم الموجب. وان شاء الله في حصه بقى تلم الليل دي جمع الايونات والتكافؤات والايه والحاجات الحلوه الجميله اللي لازم نعرفها. طب اما يفقد واحد، بصهم ادي النواه، ادي المستوى الاول المستوى الثاني، بس فين المستوى الثالث يا مستر؟ توفاه الله. اه توفاه الله، خلاص تم فقده مع الايه، مع الالكترون، ما عادش في مستوى ثالث، ما عملوش. دي اللي اتحاسب عليها بقى، او لو عملته ما حطش عليها حاجه، بس يفضل بقى خلاص كده. ها بصوا كده، 2 ها 8، واكتب ان اهو موجب واحد لازم. اه ما انا قلت ايون موجب، خلاص واحد لانه فقد ايه واحد. ملاحظين ان ده اللي ايه فقط. طب تعالوا بقى للصوديوم، 2 8 7 ينتهي ب7، اذا لا فلز. خلاص نعملها بسرعه كده الجزئيه اللي بقول بعض الملاحظات المدرسين كي ال ام، 2 8 7. طب وبعدين ينتهي ب7، اذا لا فلز، لا فقد، لا فقد، اذا في اكتساب، يميل الى اكتساب واحد الكترون. لما يكتسب واحد الكترون ايه اللي هيحصل؟ هيتحول الى ايون الكلور، دي ذرة ما ننساش. 2 8 8، 2 8 8، اكتسب واحد، بقول له اتفضل اس سالب واحد، يعني ده ايون سالب. اه اكتسب الكترون، يبقى الوقت هنا هقول ايون الكلور السالب. مهمة جدا يا جماعة الرسمة دي، جدا جدا جدا. ومن كل شيء خلقنا زوجين، السالب وايه الموجب، في كل حاجة، في النبات، في الجماد قدامنا هوت، في الانسان، في الحيوان. يبقى فيه المأذون فين؟ وفي مأذون هنا يا استاذ، اه قوة اسمها قوة فاندرفال. خلاص يبقى الوقت هنا في قوة جذب الكتروستاتيكية، يبقى هنا يحدث بينهما قوة جذب، وتتكون، شوف اللفظ الأخير بقى، وتتكون الرابطة الأيونية، ويتكون كلوريد الصوديوم. فين كلوريد الصوديوم؟ كاتبه لكم فوق قبل كده NaCl. يبقى كلوريد الصوديوم مكون نتيجة أيون موجب مع أيون إيه سالب، بينهم قوة جذب قوية جدا. قوة الجذب ده هي لما كلوريد الصوديوم التاني يتكون، والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع، في قوة اسمها قوة فاندرفالز بتربط الجزيئات دي مع بعضها عشان تديني الحبة الملح الصغيرة، الملح الصغيرة الناعم، بتتكون من آلاف من هذه الايه الجزيئات. خلاص يبقى ده بالنسبة عندنا لمين؟ للرابطة الايه الأيونية. يبقى الرابطة الأيونية خلاص عندي اهي، مثال اهي. هل في أمثلة تانية؟ اه هديها لكم واجب بقى، واجب احنا صغيرين لسه يا مستر، معلش ما احنا عايزين نتابع مع بعض، ويا ريت نجهزها معانا ونشوف، ويبقى في نقاش وحوار، نعمل ام جي مع او، وهسيب مكانها فاضي، حد طلب اعملها له، هجيب الورقه دي برضه واقوم اعملها له. اعمل لي الرابطه ما بين المغنيسيوم 12 والاكسجين 8، ده الواجب بتاع النهارده. بنعمل مين الرابطة؟ الرابطة التالتة، كالسيوم 20 وأكسجين 8، كالسيوم وإيه أكسجين، ملاحظين إيه فلز ولا فلز. التالتة بقى الشاطر اللي يحلها صح، يعني دي للمتفوقين، ديت للناس الممتازين، دي بقى اللي فوق المتفوقين كمان، اللي هي يا مستر ألمونيوم 13 وكلور سي ال 17. معلش الشاطر بقى يعمل لي دي كده، ويبقى في نقاش مع الكومنتات، وايه نتكلم مع بعض خلاص، ونحاور بعض كده، ونعمل لايك للقناه وكومنت كويس حلو كده، عشان ايه يوصل لنا كل جديد، ونبقى كويسين، والقناه بتاعتنا تبقى ايه حلوه مع بعض على اليوتيوب. طيب نيجي للرابطه الايه التساهمية. شوفوا الرابطة التساهمية انا هعمل فيها ايه. الرابط التساهمية لازم افهم بالحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. الرابط التساهمية العلماء صنفوها الى 3 انواع،
لا رابع لهما. ثلاث أنواع للروابط التساهمية: رابطة تساهمية أحادية، رابطة تساهمية ثنائية، رابطة تساهمية ثلاثية. كلام مهم جدا جدا جدا. وقبل ما أقول التعريف هديكوا الأمثلة بتاعتها. وينفع يا مستر؟ اه ينفع. بصوا كده معايا، أنا عاوز نوع الرابطة وأيهما أبدأ. مفيش حد، لا عندنا حاجة، زي ما نقول إيه، البلد بلدنا كده والمنهج بتاعنا وإحنا شغالين مع بعض إن شاء الله. أولا لو أنا قلت الأحادية هقول الرابطة، وبيقول لي كده ما نوع الرابطة في جزيء الكلور Cl2. خلاص، ما نوع الرابطة في H2؟ طبعا ده اسمه جزيء الكلور. طبعا احنا عارفين ان الكلور، ذرة الكلور 17 وذرة الكلور زيها 17. طيب مش هنعمل دلوقتي، ها وهنا برضو H1، وهنا ايه H1 دي ايه؟ هيدروجين، جزيء هيدروجين. طب الثنائية عندي الرابطة في جزيء الأكسجين، جزيء الأكسجين. كلام مهم جدا 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 جدا. O8 و8. طب الرابطة في جزيء النيتروجين، N2، جزيء النيتروجين، N7 وN ايه 7. طيب نبدأ نشوف الموضوع. أيهما نبدأ؟ أيهما نبدأ؟ أي حاجة بتجيلي في الروابط لازم أتعرف عليها. 2 6 ودي 2 ايه 6. أسأل نفسي السؤال، فلز ولا لا فلز؟ بترد عليا وتقول لي أنا لا فلز. طب أنت بدأت بالثنائي اللي هي مبدأ بأي حاجة، ها بصوا كده أهي، هنا لا فلز. ما هي الرابطة التي تنشأ بين اللا فلز واللا فلز؟ رابطة تساهمية ثنائية. طيب وبعدين ايه المطلوب؟ المطلوب انني بعمل دايرة في المستوى الاخير بس، وتفضل، لان المستوى التاني ده الاولاني ده ما بعملش فيه حاجة بالمناسبة. يعني في ناس تقول لي لا اعمل لي المستوى الاول والتاني، لا انا مش عاملها المستوى التاني. طيب بالراحة اللي هو الاخير يعني. طب عايزين ايه؟ اولا دي محتاجة قد ايه؟ شوف اللفظ اللي بقوله، محتاجة كم الكترون علشان ها تكتمل وتبقى 8؟ محتاجة 2 الكترون. طيب يعني ايه؟ يعني بتظهر 2 الكترون هنا والاربعة في الخلف. اقولها تاني، 2 الكترون والاربعة في الخلف. طيب وبعدين التانية ما صدقت لقت دي اظهرت 2، هتظهر 2 هنا اهو والاربعة في الخلف. كلام جميل. ايه اللي هيحصل؟ بعمل بس النواة كده، ادي الاو وبعمل النواة وبشخبط عليها شخبطة صغيرة كده اهو، كده ببين بس ان ذرة ايه اكسجين، واكتبها كده ذرة اكسجين، لان تفرق في الناتج بقى، ودي ذرة ايه اكسجين. عايز تقول ايه يا استاذ؟ شرطة صغيرة كده اهو، او نعملها تحت هنا اهو اهو. بصوا بقى كده اهو، شوفوا دي واحدة ودي التانية، حدث تداخل زي ما الرياضة بتقول، تداخل لان في مصلحة هتتم الوقت. بصوا كده انا مغير الالكترونات شكلها، اللي ناحية اليمين الكتروناتها مدورة اهي بالظبط اهم، يبقى 4 هنا و2 6. كلام جميل. واللي على الشمال علامة اكس اهي، 2 3 4 5 6. لو انا خبيت بالقلم كده لناحية اليمين، 6 اصليين و2 جملها مساهمة، يبقى بقى 8 استقرت. ها بص على ذرة الاكسجين ناحية الشمال، 6 اصليين علامة اكس و2 دواير في محيطها في دايرتها، يبقى تبعها، يبقى الوقت اصبح ان فيه رابطة تساهمية ثنائية. رابطة تساهمية ايه؟ ثنائية. يبقى الجزيء ده اسمه جزيء الاكسجين،
جزيء ايه؟ الاكسجين. يبقى الرابطة التساهمية الثنائية سميت رابطة تساهمية ثنائية لماذا؟ لان كل ذرة بتساهم باتنين الكترون. شوف التعريف جبته امتى؟ بعد ما عملت الرابط. يبقى ما معنى الرابطة التساهمية الثنائية؟ رابطة تنشأ من مساهمة كل ذرة باتنين الكترون. الكلام ده خلاص كده؟ علل. الرابطة في جزيء الاكسجين ثنائي لان كل ذرة بتساهم باتنين الكترون. علل. الاكسجين ثنائي لان كل ذرة بتساهم باتنين الكترون. اكن ينفع؟ لو فاكرين التكافؤ هو عبارة عن ايه؟ عدد الالكترونات المفقودة في حالة الفلزات، او المكتسبة في حالة اللا فلزات، او التي تساهم به ذرة مع ذرة اخرى. دي ساهمت باتنين، يبقى التكافؤ بتاعها ايه؟ ثنائي. كلام جميل وحلو. يبقى احنا خلصنا التعريف وقلناها ايه في الاخر. طيب تعالى للثلاثية. الثلاثية حكايتها ادي النيتروجين، ابدأ وزع 2-5 واعمل دايرة على المستوى الاخير. ليه؟ بوضح لنفسي انا شخصيا ان ديت لا فلز، بتعرف عليها. طيب 2-5 زيها طبعا لا فلز. الرابطة التي تنشأ بين اللا فلز ولا فلز رابطة قول معايا، قول معايا، تساهمية. بس دي محتاجة قد ايه؟ دي كانت محتاجة 2 بقت ثنائية، دي محتاجة 3 بقت ثلاثية. وخدوا بالكم برضو المغزى من الروابط ديت ما نيجي نحلها. محتاجة 2 اذا بتظهر 2، محتاجة 3 اذا بتظهر 3 الكترون، واتنين فين؟ في الخلف. اظهرت 3 الكترون والاتنين فين؟ في الخلف. كلام جميل بالمناسبة. يبقى اتفقنا النواة بعملها كده وبحط فيها رمز العنصر. بعد كده يزداد التقارب لان انا هشارك صاحبي او هشارك زميلي او هشارك اخويا. ازداد التقارب. يعني ما كناش بنشوف بعض مثلا ايه كل اسبوع، لا ده يوميا الوقت، لان شاريين جهاز مع بعض في مساهمة. هنا 3، هنا 3، هنا 2، وهنا ايه؟ 2. بقت رابطة تساهمية يا جماعة ثلاثية. ليه؟ لان كل ذرة ساهمت بايه؟ بثلاثة الكترون. يبقى ده جزيء الاكسجين رابطة تساهمية، شوفوا الكلام، ثنائية. ده جزيء النيتروجين رابطة تساهمية ثلاثية. طب تعريف الرابطة التساهمية الثلاثية، هنقول هي رابطة تساهم فيها كل ذرة بثلاثة الكترون. شوف الأحادية خلت لها لكم في الآخر عشان برضو ايه يعني نمشي الأمور مع بعضها. ولذلك في مفهوم للرابطة، ما المقصود بالرابطة؟ هي أي خط مستقيم، زي ما قلت الكلام ده في الكيمياء العضوية في الأساسيات. بصوا كده، أي خط مستقيم يربط أو يصل بين اتنين ايه الكترون، دي اسمها رابطة، رابطة ايه كيميائية. تعالوا بقى الكلور كده، 2-8-7 مستوى الأخير كام؟ 7. 2-8-7 استفدت بحاجة؟ ده عليها دايرة. ما هي الرابطة التي تنشأ بين اللا فلز واللا فلز؟ هي رابطة تساهمية أحادية. طب ليه أحادية يا أستاذ؟ لأنها محتاجة 1 عشان تكمل 8، محتاجة 1 عشان تكمل 8. طب نبص بقى كده، محتاجة 1 يبقى بتظهر 1 بس، والستة هنا، 3-4-5-6. طيب اللي جنبها الكترون، وده ايه؟ 1-2-3-4-5-6. طيب ايه اللي هيحصل؟ اتفقنا هنا كلور وهنا ايه؟ كلور. يلا الرابطة يزداد التقارب. اهو هنا 1 الكترون وهنا ايه؟ الكترون. هنا 6-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6. يبقى الوقت دي ذرة ودي ذرة وده ايه؟ جزيء الكلور. الهيدروجين لا يملك الا الكترون، يبقى لا فلز. ودي الحتة اللي قلتها في الكيمياء العضوية، ان الهيدروجين مش فلز يا جماعة، الهيدروجين مش فلز، لان لو فلز هيفقد الالكترون اللي معاه، لا يفقد بل يساهم.
لا فلز ولا فلز. طيب ده الكترون واحد والنواة، وده الكترون واحد ودي النواة. بصوا كده معايا، ادي الذرتين اهم جنب بعض، ها الالكترون هنا ودي هنا، ادي رابطه تساهميه احاديه، ده جزيء الهيدروجين ودي ذره هيدروجين ودي ذره ايه هيدروجين. ما هي الرابطه التساهميه الاحاديه؟ رابطه تنشأ بين، ها او تنشأ من مساهمه كل ذره بواحد الكترون، اي اسلوب نقوله بس الكلام صح. دول التلات انواع بتوع الروابط الايه التساهميه. تعالوا بقى ناخد امثله اخرى وانتوا اللي هتحلوها وتردوا عليا في الكومنت عشان نشوف في تفاعل ولا مفيش تفاعل، خلاص عشان نشوف الطلبه الشاطره اللي بدات تشتغل وتايه وتكمل معانا. الامثله عندي انا عايز ايه امثله ايه بقى؟ انا عاوز نوع الرابطه ما بين الهيدروجين والكلور 17، دي امثله تساهميه. خلاص الايونات ادت لكم الواجب بتاعها. خلاص انا عايز الرابطه ما بين الكربون والاكسجين، كربون 6 والاكسجين ايه 8، يعني انا عايز الرابطه في مركب HCl، انا عايز الرابطه في مركب ثاني اكسيد الكربون. خلاص وانتظر منكم الاجابات ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونشير القناة ونحاول نوصلها لمعظم زمايلنا عشان يبقى فيه تدعيم للقناة. وانتظركم ان شاء الله في الحلقات القادمة، هنحاول نعمل حلقات متتالية ورا بعضها ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.